بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بتلاميذ الثانية بكالوريا في تصحيحات التمرين حول المتتاليات العددية. إذا نبدأ في قراءة التمرين. يؤن متتالية عددية موجبة، ستر عليها، بحيث المعطيات هي وحدك. أحسب إي واحد وإي زوج. دونك سؤال بسيط جدا. واحد إي واحد بكل بساطة كيساوي لنا، إلا عوضنا ان بزيرو غيولينا اي واحد، نعوضو هنا ان بزيرو، هنا ان بزيرو، جوج اي زيرو على ثلاثة زائد جدل اي زيرو، ونعوضو بالقيمة ديالها اي زيرو، جوج في واحد على ثلاثة زائد جدل واحد. إذن جوج في واحد زوج، جدل واحد واحد، زائد ثلاثة أربعة، إذن تساوي واحد على جوج. اي زوج الى عوضنا ان بواحد غتولي لنا واحد زائد واحد زوج، تبقى لنا زوج اي واحد على ثلاثة زائد جدر اي واحد تساوي، الله، جوج في اي واحد، جوج في واحد على جوج على ثلاثة زائد جدر واحد على جوج تساوي، راه تختزل جوج مع جوج تبقى واحد الفوق، وهنا لتحت تبقى ثلاثة زائد واحد على جدر جوج. إلا بغيت نزيد نحسب نزيد، إلا بغيت نخليها كي نخليها، واحد على هنا نضربو نديرو ستة على جوج، وهنا نضرب جدر جوج الفوق ولتحت تبقى جدر جوج على جوج. إذا المقام واحد، واحد على ستة زائد جدر جوج على جوج، اللي هي زوج على ستة زائد جدر جوج. إلا بغيت نحيد جدر من المقام خصني نزيد عاد، ولا كاين بركة علينا. صحيح. إذا السؤال زوج بين أنه يؤن تناقضية، دونك زوج رتبة إذا لدينا إيان زائد واحد ناقص ان تساوي ان زائد واحد، هي عندنا جوج ان على ثلاثة زائد جدر ان ناقص ان تساوي، نوحد المقام، جوج ان ناقص ان في ثلاثة ناقص ثلاثة ان زائد ناقص مع زائد، عفوا تقولي ناقص جدر يان في ان، ناقص جدر يان في ان على ثلاثة زائد جدر يان تساوي، على الفوق زوج يان ناقص ثلاثة يان هي ناقص يان، ناقص جدر يان في ان على ثلاثة زائد جدر يؤن تساوي، الله، هنا نعملو بناقص يؤن يبقى واحد زائد جدر يؤن على ثلاثة زائد جدر يؤن، ومن المعطيات شنو عندنا؟ يؤن قرا الفوق موجبة، قلتلك سطر عليها كبر أو يساوي صفر، يعني ناقص ان تكون سالبة، و واحد زائد جدر ان غيكون موجبة، و تكون موجبة قطعا هذه، ثلاثة زائد جدر ان كذلك تكون موجبة قطعا. إذن سالب في موجب عطينا سالب، على موجب عطينا سالب، إذن ناقص يان في واحد زائد جدر يان على ثلاثة زائد جدر يان، هذا العدد هذا كله سالب، ياك. وشنو هو هذا؟ هذا العدد اللي لقيناه هنا هو يان زائد واحد، لقينا سالب، أي يان زائد واحد
صالح يساوي يان. إذن يان تناقصية. دونك تناقصية، وبما أنها شنو قلنا؟ يان عطانا في معطيات أكبر من صفر، يعني مصغورة بصفر، مصغورة بصفر، دونك متتالية تناقصية هابطة ومصغورة، يعني راه ما كتهودش المولى فين يحدها هذا العدد. إذن إيان متقاربة، إذن إيان متقاربة. هنا مادام درنا بما أن غنديرو فإن، صحيح، بما أنها مصغرة دونك إيان تناقصية، وبما أنها مصغرة فإنها متقاربة، صافي، لأن أي متتالية تناقصية مصغرة راه متقاربة، تزايدية ومكبورة كذلك راها متقاربة. إذن سؤال ثلاثة ألف، بين أن يوان زائد واحد أصغر من جوج على ثلاثة يوان. نديرو الفرق ونشوف هنا، وأنت تكتب هنا نبين أن، وضح أنا كنجاوب ديريكت باش تكفيني هاد الصفحة هادي. ألور يوان زائد واحد ناقص عفوا جوج على ثلاثة يوان تساوي ان زائد واحد هي جوج ان ثلاثة زائد جذر ان ناقص جوج على ثلاثة ان، ونوحد المقام تساوي جوج ان، وغنضرب في ثلاثة تولي ستة ان، واحد المقام ديريكت الضربة الأولى، المقام واحد هو ثلاثة في ثلاثة زائد جذر ان. ألور ستة يوان ناقص زوج في ثلاثة ناقص ستة يوان، ناقص زوج يوان في ثلاثة ناقص زوج يوان في جذر يوان، تساوي ألور ستة يوان ناقص ستة يوان تمشي صفر، تبقى ناقص زوج على ثلاثة ثلاثة زائد جذر إي إن. و إي إن هضرنا ديجا عليها، قلنا أنها موجبة، أصلا دايرينها داخل الجذر خاصها تكون موجبة، أكبر من صفر يعني ناقص جوج إي إن يكون أصغر من صفر، هو جذر إي إن أكبر من صفر، و ثلاثة في ثلاثة زائد جذر إي إن حتى هو غيكون أكبر من صفر. إذا سالب في الموجب سالب على موجب سالب، إذا ناقص زوج إي إن في جذر إي إن على ثلاثة في ثلاثة زائد جذر إي إن غيكون سالب. أي شكون هو هذا؟ هذا هو إي إن زائد واحد ناقص زوج على ثلاثة إي إن سالب، أي إي إن زائد واحد أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة إي إن، لكل إن ينتمي إلى إن، صحيح. سؤال باء، استنتج أن باء، دونك غادي نستعملو ضروري هذا السؤال لأن قالك استنتج. وبالنسبة للباء أنا غادي نحاول نخدمو بالترجع، علاش؟ لأن ما غاديش نقدر نخدمو ديريكت، إلا درنا الفرق نقوم بلوكين، إلا درنا الفرق نقوم بلوكين ما ندير حتى شي حاجة، لأن يو إن ما مكتوباش بدلالة ان، واضح؟ اذا هنا ضروري الترجع، ان الى درت الفرق غنبقى بلوكي، غنستعمل الترجع. اذا نبين ان اصغر او يساوي، اذا من اجل ان تساوي صفر لدينا اي صفر تساوي واحد، و جوج على ثلاثة والصفر كذلك تساوي واحد، إذن واحد أصغر أو يساوي واحد، إذن الصفر أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة أس صفر. بغيت تزيد كاع، بغيت تزيد الشرط الآخر، لأن ماشي بالضرورة دير غير الأولى، تقدر دير حتى الزوجة، ومن أجل أن مثلا تساوي واحد عندك الحق، ما كان حتى شي مشكل، تزيد تأكد.
لدينا اي واحد شحال لقينا؟ واحد على جوج و جوج على ثلاثة أس واحد هي جوج على ثلاثة، واحد على جوج أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة، لأن جوج على ثلاثة هي 0.66 وواحد على جوج هي 0.5، إذن واحد أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة أس واحد. هذا اختياري، لابغي تزيدها لا بغيت تزيدها ما تزيدهاش. إذن الخطوة الثانية، نفترض أن أن أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة أس أن. الخطوة الأخيرة، نبين أن أن زائد واحد أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة أس أن زائد واحد. إذن بما أن في التمرين كان عندي استنتج، إذن غادي نستعمل ضروري السؤال ألف، نستعمل سؤال ألف. إذن غنطلقوا من هذا التعبير هذا، راه نحاولوا نأطروا جوج على ثلاثة يوان، راه لدينا نطلقوا من الافتراض، هي من الافتراض دائما كنستعملوا الافتراض كأمور بسيطة. لدينا يوان أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة وسان، ياك هذه واضحة، يعني هذه من الافتراض غنستعملوه، لأن مادام قال لي استنتج غنستعمل السؤال اللي سبق. غادي نضطر جوج على ثلاثة نضرب جوج على ثلاثة، يعني جوج على ثلاثة يان أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة في جوج على ثلاثة أس أن، أي جوج على ثلاثة يان أصغر أو يساوي هذا أس واحد في نفس العادة نفس الأساس أس أن، يعني غنجمعو الأس، يعني جوج على ثلاثة أس أن زائد واحد و إي أن زائد واحد من السؤال ألف. شنو عندنا؟ أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة إي أن من سؤال ألف، واضح. دونك هذه صغيرة على هذه وهذه صغيرة على هذه، هذه هي هذه. إذن إي أن زائد واحد أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة أس أن زائد واحد، وهذا هو اللي بغيت نبينه، هو راني بينته. وحسب البرهان بالترجع فإن مهما كان أن ينتمي الآن أن أصغر أو يساوي جوج على ثلاثة كلوس أن. إذن السؤال جيم حساب نهاية أن. إذن أول شيء كنعرفو على أن، أن موجبة، ومحصورة بين جوج بين عفوا أصغر من جوج على ثلاثة أس أن، يعني أن محصورة بين صفر وجوج على ثلاثة أس أن. ولدينا جوج على ثلاثة كيفاش كنعرفوها؟ محصورة بين صفر وواحد قطعا، ياك؟ يعني إلا كان محصور بين صفر وواحد، شنو المعنى ديالها؟ ولا بين ناقص واحد وواحد، ليميت بلس لافيني تاع جوج على ثلاثة أس أن كيساوي صفر، ياك؟ وليميت أن تنفر بلس لافيني تاع الصفر كيساوي صفر. وحنا عندنا هذه محصورة بين هاد المتتالية وهاد المتتالية، يعني هذه صفر وهذه صفر، دونك هذه 100% صفر لأنها محصورة بيناتهم. إذن ليميت أن تنفر بليز لانفيني نتاع أن تساوي صفر بكل بساطة. إذن سالينا التمرين، الله يوفق. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم التسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا. إلى اللقاء.